موقف الدوريات والفيفا ديت، مفيش شك ان هو اكيد واجب وطني لكل اللعيبه اللي موجودين في العالم، لكن طبعا على المستوى العالمي وعلى المستوى الرياضي بيكون ممل لبعض الشيء. لكن طبعا خلاص الاسبوع اللي جاي بدايه من يوم السبت القادم ان شاء الله الدوريات هترجع تاني بكل قوتها. يوم السبت في ماتشات كتيره جدا، دوري الاسباني برشلونه وريال واتلتيكو مدريد كلهم هيلعبوا في يوم واحد. عندنا احداث كتيره جدا وكلام كتير جدا في اخر ايام الاسبوع، متابعين قضيه كريم بنزيما، كريم بنزيما وتصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكره القدم، تصريح قوي وصادم بالنسبه لكريم بنزيما انه خلاص لا يوجد امل لكريم بنزيما مع المنتخب الفرنسي، وبالتالي كل احلامه توقفت وانتهت مسيرته الكرويه على الصعيد الدولي. عشان يرد بعديها كريم بنزيما على رد رئيس الاتحاد الفرنسي يقول له انا اللي احدد امتى انهي مسيرتي. وكريم بنزيما بيلمح في كلامه الى انه ينتقل للعب الى منتخب الجزائر، كون اصوله واصول والده ووالدته من الجزائر، لكن هل يا ترى الاتحاد الدولي لكره القدم يسمح لكريم بنزيما باللعب المنتخب الجزائر؟ الماده الثامنه في لوائح الفيفا الخاصه بالمنتخبات بتقول ان لو اللاعب لعب لاي منتخب على الصعيد الاول او المنتخبات الاولى جزء من مباراه او بطوله او تصفيات، بالتالي لا يحق لي ان هو ينتقل لاي منتخب اخر. لكن وضع كريم بنزيما ممكن يكون في بعض الكلام مع المحكمه الرياضيه الدوليه انها تسمح لكريم بنزيما الالتحاق فعلا الى منتخب الجزائر، بس يلعب مع منتخب الجزائر على المستوى الافريقي، عشان لا يحق للاعب انه يلعب مع منتخبين في نفس البطوله ونفس التصفيات. وبالتالي كريم بنزيما مع منتخب فرنسا شارك في تصفيات كاس العالم وشارك في كاس العالم، فلا يحق لي ان هو يكون موجود مع منتخب الجزائر في بطوله كاس العالم وتصفيات كاس العالم. لكن هل يا ترى هيكون طموح كريم بنزيما انه يكون موجود مع المنتخب الجزائري على الصعيد الافريقي فقط؟ هل ريال مدريد يسمح لكريم بنزيما ان هو ينتقل ويلعب في منتخب الجزائر بعد كمان ما شفنا تألق كريم بنزيما في الفتره الاخيره؟ وبالتالي بالنسبه لي جمهور دلوقتي ريال ولزيدان، كريم بنزيما هو نجم الفريق، افضل لاعب في ريال الفتره الاخيره. اعتقد في الثلاث اربع شهور اللي شفناهم ورا بعض كريم بنزيما كان هو احسن لاعب وافضل لاعب في ريال بحسب استفتاء وتصويت الجمهور. لكن كلنا شفنا النهارده تصريحات الكابتن جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، وقال عندنا مهاجمين في منتخب الجزائر ولا نحتاج لبنزيما. هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده غلط؟ كله كلام في الصحف وفي الجرايد، والكل بيجتهد علشان يسخن الاحداث ونشوف في الاخر هل كريم بنزيما هينجح في انه يلتحق بالمنتخب الجزائري ولا لا. ده اللي احنا هنشوفه الفتره اللي جايه. كده كده يعني عندنا توقف اربع شهور بالنسبه للفيفا ديتس، القادم هيكون يوم 23 مارس 2020. يعني ابشروا اربع شهور هنستمتع بيهم بكل الاحداث الكره العالميه. عندنا دوري ابطال، عندنا دوريات، عندنا كلاسيكوز. الكلاسيكو الاشهر والابرز في العالم اتحدد خلاص يوم 18 ديسمبر 2019 يوم الاربع ما بين الريال وبرشلونه او برشلونه والريال على ملعب الكامب نو قبل الكريسماس باربع ايام او بخمس ايام. وبالتالي يا ترى مين هيكون سبب في اسعاد جماهيره قبل الكريسماس؟ هل برشلونه؟ هل ريال مدريد؟ مباراة هتكون قوية جدا ومباراة هتكون صعبة جدا، لكن هنشوف. زي ما بقول لحضراتكم أربع شهور بدون توقف، كلها ماتشات عالمية، كلها ماتشات قوية جدا. كمان عندنا يوم السبت ماتش قوي جدا، ماتش إيسي ميلان ونابولي. وإيسي ميلان في الظروف اللي بيمر بيها هل هينجح إن هو يخرج من الكبوة اللي موجودة في مسيرته وفي طريقه الفترة الأخيرة؟ تذبذب في المستوى، عدم استقرار في الفريق، عدم وجود أمور مالية نادي يقدر يتعاقد بيها مع لعيبة مختلفة، لكن هنشوف إيه اللي إيسي ميلان هيقدر يعمله. ليفربول هيلعب مباراة مهمة مع كريستال بالاس، والسؤال الأبرز والسؤال الأهم، هل محمد صلاح هيلعب يوم السبت أمام كريستال بالاس؟ هل محمد صلاح هيقدر إن هو يعود من الإصابة اللي لحقت بيه ومنعته إنه يشارك مع المنتخب في لقائي كينيا وجزر القمر؟ مش عارفين لسه، كل حاجة هتتحدد على يوم الخميس أو الجمعة، هيتم الإعلان عن القائمة الرسمية اللي هتخوض مباراة كريستال بالاس من جانب ليفربول. علشان كده هنشوف موقف محمد صلاح. أكيد كلنا كمصريين نتمنى إن محمد صلاح ان شاء الله ربنا يشفيه ويعود سالم غانم الى صفوف فريق ليفربول ويشارك علشان يساعد ليفربول في فارق النقاط ما بينه وما بين السيتي. عندهم مباراه صعبه خارج ملعبه قدام كريستال بالاس. ايضا
بنتكلم في عدد الأهداف ويعني محاولته في الحفاظ على اللقب الثالث على التوالي كهداف الدوري الإنجليزي. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم هنشوف يوم الخميس أو الجمعة إن شاء الله كل الأمور هتبان بالنسبة لمحمد صلاح. شفنا طبعا تصريحات رونالدو وموقع كالتشيو ميركاتو والكلام على انتقال رونالدو من اليوفنتوس إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد، هل الكلام ده صحيح أيضا ولا لا؟ كلها اجتهادات، الاجتهادات موجودة في كل حتة في العالم، مش بس في مصر، في إيطاليا وفي إنجلترا وفي إسبانيا. كل واحد بيكون عنده معلومة بيحاول إن هو يبرزها علشان يكتب ويسبق بالخبر. الكلام كله إن بعد رونالدو ما خرج في مباراة جنوة الأخيرة ساري سحبه، كان رونالدو غاضب جدا، رفض إن هو يقعد على دكة البدلاء وخرج لغرف خلع الملابس ورحل عن الاستاد اللي بيلعب فيه اليوفنتوس قبل المباراه ما تنتهي بثلاث دقائق. ومن هنا جت الانتقادات وجت ان رونالدو بقت العلاقه بينه وبين ساري علاقه في طبعا رايحه في طريق مسدود. لكن هل رونالدو يرجع تاني لمانشستر طب او ريال مدريد؟ طب ايه الهدف من انتقال رونالدو من الريال الى اليوفنتوس؟ اكيد كلكم متابعين وكلكم اكيد عارفين ان رونالدو بالنسبه له كان الموضوع اجبار ان هو يرحل عن ريال مدريد ويخوض تجربه جديده في الدوري الايطالي علشان يحقق مع اليوفنتوس الدوري الايطالي ليحقق ثلاث القاب في ثلاث دول مختلفه، انجلترا واسبانيا وايطاليا. لكن الهدف الاكبر بالنسبه لليوفنتوس مع رونالدو هو تحقيق لقب دوري الابطال. لكن كميه ساري وكميه رونالدو مش ماشيين مع بعض، أليجري كان افضل بكتير بالتعامل مع رونالدو، لكن كلنا شفنا التعامل والطريقه اللي بيتعامل بيها مع ساري مع نجم كبير زي رونالدو، لكن رونالدو بيحرك ساري في التوقف الدولي وبيحرز هاتريك في المباراه الاخيره علشان يزود عدد اهدافه الدوليه ل 99 هدف ويقترب من تحطيم رقم الكابتن علي دائي نجم منتخب ايران اللي احرز 109 هدف وهو على صداره هدافي المنتخبات العالميه. كل يعني كل واحد عنده اهداف سواء مع المنتخبات او مع الانديه، علي دائي عنده 109 هدف، هو أكتر لاعب في العالم بيسجل أهداف مع منتخب بلاده هو منتخب إيران. رونالدو بيتخطى بوشكش اللي عنده 84 هدف كمان بعد الهاتريك اللي أحرزه في المباراة الأخيرة، بقى عنده 99 هدف وعلى بعد يعني نتكلم في 10 أهداف لمعادلة رقم علي دائي 11 هدف علشان يكون على الصدارة. ودي الأرقام اللي بيحققها رونالدو دايما، رونالدو بيكون كل شيء هو اللاعب رقم واحد. رونالدو لاعب مش ما عندوش الموهبه لكن اشتغل على نفسه، وده الحاجه اللي عايز اوضحها. ميسي لاعب عنده موهبه وبيشتغل على موهبته، لكن رونالدو بيشتغل على نفسه، قدر يخلي نفسه افضل واحسن لاعب في العالم لسنين طويله جدا. هو ميسي بيتنافس ويتصارع على كل الالقاب، ما حدش غيرهم بيتنافس. السنه دي الوحيده او السنه اللي فاتت هي دي السنتين اللي كان موجود فيهم ها حد بياخد نفسه على نجمين كبار جدا، لكن رونالدو اعتقد ان عودته للريال هتكون صعبه جدا. عوده لمانشستر اعتقد ممكن يكون فيها بعض الحسابات بسبب ان مستوى مانشستر مع سولشاير مستوى سيء جدا، كمان كواليتي اللعيبه اللي موجوده في مانشستر ما تساعدش رونالدو ان هو يكون موجود. لكن تخيلوا حضراتكم لو رونالدو موجود حاليا في مانشستر بنفس كواليتي اللعيبه وبسولشاير المدير الفني، هل اللعيبه ممكن تاخد من الروح القتاليه اللي رونالدو بيتعلم بيها وازاي بيقاتل بيها كل مباراه وازاي بيعرف ان هو يشد اي حد جنبه زي ما كان عارف ياخد بايد ريال مدريد ثلاث بطولات دوري ابطال. شفنا التالق الكبير اللي كانت ريال مدريد مش احسن لعيبه في العالم موجودين لكن كلهم كانوا تيم ورك مع بعض، كلهم كان عندهم روح الجماعه مع بعض علشان كده قدروا يحققوا ثلاث بطولات مختلفه. لكن تخيلوا حضراتكم جمهور مانشستر، هل تتوقعوا ان لو رونالدو انتقل من الموسم القادم لفريق مانشستر هل فريق مانشستر ممكن يتحسن ولا مانشستر في حاجه الى لعيبه صغيرين في السن، لعيبه عندهم روح البطوله عندهم روح الكفاح علشان يقدروا يرجعوا بمانشستر الى سابق عصر؟ للاسف الدوري الانجليزي دلوقتي بقى فقط ما بين السيتي وما بين ليفربول، بقى لنا ثلاث مواسم في الصراع ده، ما بقاش فيه السته الكبار او السبعه الكبار، ما بقاش فيه ارسنال، ما بقاش فيه مانشستر، ما بقاش فيه توتنهام، ما بقاش فيه تشيلسي. يعني زي ما حضراتكم شايفين كلنا قرينا اكيد الخبر اللي خاص بارسنال ان ارسنال بيعطي فرصه لحد نهايه السنه الحاليه سنه 2019 ليوناي امري علشان يحسن اوضاع الفريق. لو فشل في تحسين اوضاع الفريق اعتقد انه هيكون خارج صفوف الجانرز. ايضا سولشاير وهو على المحاك المحلي في بالنسبه يعني ما حدش ابدا عنده تفاؤل ان سولشاير ممكن ينجح بلعيبه مانشستر،
و يعني نتمنى ان مانشستر يعود. كلنا بنحب مانشستر، مانشستر يعني سير اليكس فيكسون، يعني بيكهام، يعني سولشاير، يعني تيدي شيرينغهام، يعني شمايكل، يعني كل العظماء اللي كانوا موجودين في تاريخ كره القدم مروا من على مانشستر. حتى رونالدو تاريخه وتوهجه وانطلاقته كانت من بوابه مانشستر يونايتد. كلنا اكيد كمان ضمن الاخبار اللي بتتنطور واللي بتتقال في ايطاليا، وانا بالنسبه لي الصحافه الصفراء في ايطاليا كتيره جدا، عندهم 50 موقع، عندهم 50 جورنال، وعندهم 50 ناقد رياضي. ف احد الصحف العالميه والمواقع في انجلترا كتبت في ايطاليا عفوا، قالت ان تم عرض النني على نادي اس ميلان والنادي الايطالي رفض عن طريق وكيل. طيب هو مفيش حاجه غير النني، مفيش حد غير النني في كل العالم اللي احنا هنتكلم عليه، مفيش لما النني بيشارك مع فريق بشكتاش بينزل في دي 74، النتيجه كانت 1-1 او 1-0 وبشكتاش بيتعادل. انا بقول على سبيل المثال، تلاقي الصحف بتكتب ان النني شارك في تعادل بشكتاش. طب ما بشكتاش هو اللي كان اصلا خسران، ولما النني نزل بشكتاش جاب هدف التعادل. النني زي ما حضراتكم عارفين الفتره الحاليه اكيد فتره هيكون فيها يا اما هيكون في بعض التذبذب في المستوى بسبب الانتقال اللي انتقل من ارسنال الى الدوري التركي، من الدوري انجلترا للدوري التركي، اكيد شتان الفارق اللي موجود بين الاثنين. لكن او ان هو يقدر ان هو يدوس على نفسه ويثبت نفسه ويثبت للجميع ان هو واحد من احسن اللعيبه اللي موجوده في مكانه، حتى لو في فريقه، مش هقول مثلا في العالم، لا هقول في فريقه. وبالتالي انا شايف ان هو في فتره حاليا يعني ضغط ضغط ضغط. لكن وكيله رد على نادي اس ميلان او رد على الصحافه الايطاليه وقال ان احنا ما كلمناش نادي اس ميلان ولا بعتنا له من الاصل، وكل الكلام اللي بيتقال في الصحف العالميه هو تمام كلام عاري تماما من الصحه وملوش اي مصدر. علشان كده بقول لحضراتكم ان هنتكلم في احداث، هنتكلم في اخبار، وهنشوف وهنتابع. وكده كده زي ما حضراتكم عارفين بنروح معاكم لفقره مهمه جدا علشان نتكلم معاكم في التوقف الدولي اللي ممكن يكون الكثير مننا مش متابعه، لكن في طبعا في يعني احداث كثيره بتحصل ومنتخبات كثيره تاهلت، لكن